الحالة الصحية بما يتعلق بالحساسية منتشر في جميع أنحاء الجسم على شكل بثور وحاد وحكة شديدة، وظهور أيضا اللي هو نوع من اللي هو التقشرات بالجلد ونزول الدم من اللي هو من بعض أنحاء الجسم نتيجة الحب، وأيضا للأسف الشديد لا علاج يذكر ويتم فحصه، ولكن ما يتم صرف أي نوع من أنواع العلاج وما في أي احتياطات وقائية صحية بما يتعلق بهذا الجانب. يعني مجرد أنهم يسجلون يودون العياج وتسجيل رقم بس أنهم تم فحصنا، ولكن فيما بعد علاج ما في علاج يذكر، ما تصرف أدوية مناسبة للعلاج.